تعطي بطاقة الفلاح تمشي عادي. تو لنا واحد ربع خمس شهور نعود نعانوا فيها، نعانوا منها الوثيقة هذه. وين الوثيقة؟ هي تصريح نقل الأسمدة العضوية بين قوسين فضلات الحيوانات. وكان بقت الآلية تمشي كما هكا، راهي تروح تحبس الفلاحة من الندرة تاع الغبار، بأن راهي الشاحنات ما عادش تجيب الغبار. معناها في الحالة هذه متخوفين ياسر بالنسبة للبيئة. والله قولوا الغبار معناها مضر ولا مش مضر ولا كذا، فهمت؟ أعطونا حل البديل له الغبار هذا. وينك إذا حبسته ناكي فلاح؟ راني الحاجة الأساسية تاع الغبار، احنا يدورنا حل للشيء هذا، للتصريح برفع اليد مؤقت، الا لون تخرج تقرير تاعك، الا دير يا اخي دير لنا معمل في الواد سيدي، لصاحب الشاحنه يجيب لي المعمل، ومولا المعمل يدير للفلاح سيدي. انت توقف توقف وما كانش الحل، دير الحل ووقف.